أبدأ مع ضيفنا من كراكوف باولو بيتزولو. لماذا تطرح هذه القضية في هذه المرحلة باعتبارها تقريبا سببا أساسيا للخلاف الأوروبي الداخلي؟ شكرا جزيلا في البداية على هذه الدعوة الكريمة. حسنا، أوروبا تواجه أزمة كبيرة وغير مسبوقة، حيث لدينا خلال الأعوام الأخيرة الماضية كثير من هجرات وموجات الهجرة غير النظامية وغير الشرعية من آسيا ومن إفريقيا، ولكن في عام 2023 تمثل الحالة الأخطر والسنة الأخطر في حجم عدد المهاجرين غير النظاميين مقارنة ب 2020 وحتى وصولا ل 2022، حيث تضاعفت هذه الأعداد من الهجرة من شمال إفريقيا. كانت في 2022 60,000، الآن حوالي 130,000 مهاجر، فبالتالي العدد تضاعف وازداد عن هذا الرقم، فبالتالي هذا يشكل إشكالية كبيرة داخل أوروبا فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن هناك قوانين وقواعد منظمة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة وتناول هذه القضية فيما يتعلق بازدياد موجات الهجرة، ولكن ليس من الصحيح أن كل الدول تفي بكافة التزاماتها، ولكن هناك بعض القصور في استضافة لاجئي طالبي اللجوء، وهذه إحدى الأسباب التي دعت ألمانيا وفرنسا أن يكون لديها بعض الشكوك بشأن التضامن والوحدة مع إيطاليا. ألمانيا تتهم إيطاليا أنها في الماضي لم تفي بكافة تعهداتها بشكل كامل في تحقيق والتنفيذ كافة القواعد المنظمة لتخفيف الضغط مع ألمانيا. وأود أن أقول لكن باولو، ألا يمكن أن ينظر إلى الأمر من جانب بعض الدول التي قد تتبنى منهجا مصلحيا ولن أقول انتهازيا في أن هذه قضية تخص أمن إيطاليا وعليها أن تتحملها، لأن هناك بعض الدول كالمجر مثلا أغلقت حدودها وقالت أنا لا علاقة لي لا بمهاجرين ولا بغير مهاجرين، لا باتفاقيات داخلية أوروبية ولا بغيرها؟ نعم، هذا صحيح لسوء الحظ، وهذا يظهر مدى الاختلاف والانقسام فيما يتعلق بهذه القضية بين الدول الاتحاد الأوروبي، وفي بعض الأحيان يحدث هذا خلافا بشأن الأمن القومي والوطني لتلك الدول وغياب أجندة عمل وجدول أعمال موحد، ولابد أن يكون هذا بناء على تضامن بين كافة دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بالطبع المساعدة المقدمة إلى طالبي اللجوء والمهاجرين في نفس الوقت مع مشاركة الأعباء. وإيطاليا هي الدول المتأثرة بشكل كبير، حيث أنها تواجه مشكلة أن تكون هي الدول المواجهة لدول الانتقال والمعبر مثل تونس وليبيا، وهي تضع ضغطا كبيرا على الحكومة الليبية. فبالتالي خلال زيارة الأمس كانت هناك تناول لبعض الموضوعات الخاصة بإصلاح هذه المشكلة.